نحن سلميون ولا ننتمي إلى أي أحزاب أو أي جهة سياسية. على كلام المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دكتور عصام، قبل يوم كنا معه عنده بالوزارة وبشرنا بكل خير أنه كتابنا موجود على مكتب دولة رئيس الوزراء ومنتظر فقط على المصادقة، والأمور تسير كما يرام والكل طلعوا فرحانين، فما عندنا أي نية لا قبل ولا بذاك اليوم، هذا نفس اليوم البارحة عندنا نية أي تصعيد، لكن خرجوا من مكتب رئيس الوزراء الأستاذ أحمد الوائلي طبعا يتعامل معانا وبكل قسوة من ناحية الكلام، يقول ممكن تبقوا 100 أو 200 أو 300 عادي، يحجون به بكل سلاسة معه، يبد على حيدة وعلى طبعا على المعتصمين بكلمة انشب. يعني أكو واحد ممثل أو أكو واحد مسؤول يطلع من دولة رئيس الوزراء مكتب يمثل مكتب رئيس الوزراء يتعامل مع الناس بهذا المنطق؟ لحد امس ابو شؤون المواطنين من قلنا له لازم اكو غيره بالتعامل ويانا، يقول انشب نص العباره احنا نقول له لازم اكو غيره بكل ادب، هو يرد انشب. هذا يصير ابو شؤون المواطنين؟ يصير هذا؟ ما كل القوات الامنيه او الضباط كانوا راضين على اللي حصل، كثير من عندهم وصل الى حد دموعهم تذرف، بس ايش؟ اكو ناس بصراحه كانوا لابسين القوط هم اللي وجهوا بالقسوه التعامل مع المتظاهرين، ووصلت الى حد النساء، طبعا النساء يعني شفتوا اللقطات غنيه عن كل كلام. بنت شوف واحد يمد ايده على مراعيه، احنا عراقيين واحنا عرب واحنا مسلمين، يعني من تضربون بنت، من تضربون استاذه، من تضربون دكتوره عيب، لأن ما يعرف شنو بنية من الناصرية هنا ترابط 50 يوم، ما يعرف أكو نسوان تتقاتل ويا رجلها وتقعد بالشارع. بما أنه ماكو أحد يحاسبهم على الأفعال اللي دي سواها ويعتدون على امرأة، هذا الشيء كلش صعب. إحنا نطالب بحقنا وندين ما كان ما حدث البارحة أشد إدانة. نناشد الأمم المتحدة، منظمة اليونسكو، أنقذوا الشهادات العليا في العراق. هاي بالكاميرا واحكيها مباشرة، أتحداهم يجيبون خرق قانوني واحد علينا، أتحداهم بمنطق القانون جاي نحكي. والله العظيم أمس طلعنا منها 25، اليوم طالعين 100. خلي يقتنعون إنه كل فعل رد فعل. ناس مقتنعة هذا حقها لازم ياخذوا بالسلمية وبالقانون.